أها، إجيتي؟ أهلا وسهلا، تفضلي تعشي معنا. يلا يا بنتي ارتاحي. ما في داعي تخجلي، بدنا اياكي تحسي حالك ببيتك. انت هلا صرتي وحده من العيله. صحن. رح اعرفك، هي تسنيم مرت ابني. مديح بيكون ابني. اهلا وسهلا. اهلا فيك. سوزان خانم وحمدي بيك، ابوها وامها لكنتنا وشركائنا بالشغل. اهلا وسهلا. اكرم بيك زوجي. هي هي عائلتنا الصغيرة، وهي الصبية الحلوة زهراء. انتو بتعرفوا منيح سبب جايتها على القصر. تفضلي كلي، مدي ايدك، لا تخجلي. ايه ليكي يا بنتي، ما في حدا غريب هون، ونحن بدنا نحكي معك بصراحة ووضوح، واللي رح نحكي عنه بيضل بيناتنا. ما حدا رح يعرف فيه. كل أمنيتنا إنه ابني ومرته يجيون طفل صغير. ما ضل حل إلا وجربناه معهم، وباللحظة يلي فقدنا فيها الأمل منهم، الأطباء اكتشفوا حل ممكن ينقذنا. يمكن أنتِ ما تفهمي الموضوع بسهولة، بس صدقيني أنتِ ما رح تتأذي أبداً. كل حلمنا بهالحياة إنه يجينا حفيد يحمل اسمنا، وانتي يلي رح تساعدينا بهذا الموضوع. ممكن وحدة تانية تكون بدالك، بس نحن اخترناكي انتي، وهي فرصتك الوحيدة. ما عم افهم شو بدك تحكي. سمعتي باكتشاف الام البديلة؟ لا. ما جبتك لهون لتكوني خدامة، جبناكي لتكوني ام بديلة. إذا بتوافقي طبعاً رح تكوني مبسوطة أنت وأهلك، وإذا ما قبلتي ترجعي عضيعتك فوراً. بس ما فهمت عليكي. يعني بدال ما كنتي تجيبي الولد أنت رح تجيبي؟ لا، هالشي مستحيل. وقفي شوي يا بنتي واهدي. اقعدي. انتي ما رح تعملي علاقة مع ابني بالمرة، وبعدين أنا ما بدي تكوني أم الطفل، أنا بدي كنتي هي اللي تكون أمه الحقيقية. ما في عيب بالموضوع حبيبتي، ارفعي راسك. تعرفي شو معنات الأم البديلة؟ الطب اتطور يا بنتي، الدكتور بس رح ياخد نطفة وبويضة من الأب والأم الأساسيين للطفل ويحطوهم برحمك عن طريق عمل جراحي بسيط وصغير كتير، وبهي الطريقة رح تكوني حاضنة للطفل مو أكتر من هيك. فهمتي علي؟ انتي ما رح تتأذي أبداً، رح تجيبي هالولد وبس. يعني ابن ابني وكنتي، مو ابنك انتي. وهذا الولد لإلنا، ورح يحمل اسم عائلتنا الكبير. فهمتي علي ما هيك؟ لا، ما فيني أعمل هيك أبداً، ما بجيب ولد إلا من جوزي. عيب يا بنتي، ما بصير تتصرفي مثل الجاهلين. ما حدا رح يقرب على شرفك أبداً، هاد عمل طبي. لا، أنا بدي أرجع على ضيعتي. لا تروحي زهراء. وقفي شوي زهراء، بس دقيقة استني زهراء. اسمعيني لو سمحتي زهراء، وقفي شوي زهراء. اتركي يا حبيبتي، روقي شوي، لا تخافي، استني رح تغير رأيها. نحن ما رح نأذيها. زهرة، زهرة.
زهراء. صادق حاسة حالي عايشة بالأحلام. شي مرة خطر لك إنه يصير عنا هيك بيت بنص المدينة؟ هاي الشقة ملكنا، عنا كل شي منحلم فيه، وفوق كل هاد رح يصيروا معارفنا أغنياء من الطبقة المخملية بفضل بنتي حبيبتي زهراء. كنت بعرف إنه هي البنت رح ترفعنا بيوم. ما عاد سمعت شي. شوفي مين على الباب. زهراء؟ شو صاير يا بنتي؟ زهراء احكي شوفي. لا تجلطيني، احكي شوفي. ليك أبي لو سمحت خلينا نروح من هون، بدي ارجع. لا تبكي، قولي شو صار. أبي انت بتعرف شو قالوا لي؟ قولي بسرعة يا بنت. لك حاجة تبكي بقى. يلا احكي بسرعة يا بنتي. لا تخافي رح ترجع، أكيد رح ترجع لو شو ما صار. رح تقبل بالعرض تبعنا، أنا بعرف شو عم أعمل. هدول الفلاحين ما بيفكروا بشي قد المصاري. رح تحب هي الحياة كتير وتغير رأيها، بس الفلاح يتعود على المصاري والراحة ما بيتخلى عنها بسهولة. شو صرفت كل المصاري على الفاضي؟ أنا مو عن عبس عطيتهم شقة غالية. بكرة بتشوفي رح ترجع وتعتذر منها. أنا ما بترك شي للصدفة، كل خططي محسوبة. خيري أفندي. اتصل بأبوها هلأ، بدي أحكي معه ضروري. وهلأ الكلمة عندك. أول شغلة بتعملوها بتجيبولي البنت، وإذا صار هالشي هاي المصاري رح تاخدوها كل شهر. أختي كأنك رايحة من هون؟ رايحة على الضيعة. بس أبي ما بده إيانا نطلع من هون. وأنا رايحة. ليش يا أختي؟ خلينا نعيش مرتاحين شوي. شوفي عنا كل شي هون. لوين؟ عادي ما فيك تروحي. اهدي بنتي ارتاحي. بالغتي بردة فعلك؟ هاي القصة ما دخلها بالشرف. هاي الشغلة ما فيها عرب نوب. الأطباء رح يزرعوا الجنين برحمك، وانت رح تخلفي الولد مو أكتر من هيك. الطب تطور حبيبتي. ايه؟ هاد عمل طبي طبي. Thank you.
المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.